داعم القوطة. اليوم كان عندنا نشاط هو بمناسبة تسليم الشلاءات ونهاية العام الدراسي. هذا النشاط قمنا خارج الروضة لمدينة العاد. قمنا النشاط بالتعاون مع منظمة سروق يعطيهم العافية أن قدموا الدعم للألعاب والهدايا للأطفال. وقدمنا نشاطات لعب للأطفال، كان في ألعاب للأطفال، كان في رسم للأطفال مع الموسيقى. وأخيرا قدمنا الهدايا، سلمنا الجلاءات للمتفوقين مع تسليم الهدايا، ونحن تكفلنا بإيصال الأطفال بسلام للروضة.